خاسرة اليوم مرفوقة طبعا بأكيد أختها الصغيرة هي ميلينا هي التي صنعت الحدث. إبراهيم الرائع الممتاز دي إبراهيم يلعب هذه الكرة يلعب اليوم ويا لها من بداية يا لها من بداية ويا لها من انطلاقة من بن شعة زكريا انفلت وانفرد بحارس المرمى ولكن شمس الدين رحماني انقذ مرمى من هدف محقق. بن زيد عناصر شبيبة القبائل لا تبالي بالدفاع لا تبالي بالدفاع لا تبالي بالدفاع تبحث عن الهدف. محاولة اختراق لم تنجح في نهاية المطاف. طين الان الكرة من ايمن بوغرا كاذب على صعبة هذه في القائمة الثانية لبن حسيني والحكم يحتسب لمسة اليد الحكم يحتسب بدنية والتعب يجعلهم يفقدون التركيز ولكن ليس رحماني وهنا اخداها ديب وهنا سددها ديب. هل كان بإمكان ديب أن يمرر للمي من هناك شديبة هذا بن شعيرة يخرج شمس الدين كم أنالوا الآن اللحظة المباراة بتعادل سلبي 0-0.